من ضمن الملتقى الإقليمي لتعميم وتطوير التعليم الأولي، أكيد تحت شعار مستقبل لا ينتظر، تفعيل التوجيهات الملكية التي تضمنتها الرسالة الملكية السامية الموجهة بمناسبة انعقاد اليوم الوطني للتعليم الأولي بتاريخ 18 يوليو 18 و2000 بقصر المؤتمرات، وحيث أكد صاحب الجلالة على ضرورة إيلاء عناية خاصة بالطفولة المبكرة بصفة عامة، وبالتعليم الخاص بهذه الفئة العمرية على وجه الخصوص. وهنا يمكن لي نسرد خطاب صاحب الجلالة، حيث قال: فالتعليم الأولي هو القاعدة الصلبة التي ينبغي أن ينطلق منها أي إصلاح، بالنظر لما يخوله الأطفال من اكتساب مهارات نفسية ومعرفية تمكنهم من الولوج السلس للدراسة والنجاح في مسارهم التعليمي، وبالتالي التقليص من التكرار والهدر المدرسي. انتهى كلام جلالة الملك نصره الله. وهذا المشروع هذا هو مشروع التزمت به من بين المشاريع السبع التي التزمت بها الوزارة أمام أنظار جلالة الملك. وفي الطريقة ديال التنزيل ديالو عقدنا مجموعة من الشراكات، كما سبق وقلت على أننا كانت شراكة فعالة وشراكة أولية مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، كذلك مع مجموعة من الشركاء ومن المؤسسات اللي كتشتغل في مجال التعليم الأولي. اليوم اللي كان عندنا ملتقى الإقليمي لمشروع تعميم وتطوير التعليم الأولي، فقد قدمت 3 عروض. ترأس هذا الملتقى صاحب السيد عامل الإقليم، فاضل المحترم السيد عامل الإقليم العرائش، حيث قدم السيد المدير الإقليمي عرضا حول المخطط الإقليمي لتنزيل مشروع تعميم وتطوير التعليم الأولي. كذلك تقدم عرض ثاني من طرف القسم العمل الاجتماعي حول تدخلات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مجال التعليم الأولي. وكان العرض الثالث هو عرض من طرف السيد مفتيش التربوي السي خالد صبري، حيث قدم قراءة في الإطار المنهجي للتعليم الأولي. هذو فقط هما محطات تتندرج في تنزيل المخطط الإقليمي لتعليم وتطوير التعليم الأولي. إن شاء الله مثلا عندنا برنامج حافي إن شاء الله في تنزيل هذا البرنامج هذا. كاين مجموعة من الشراكات، كاين تعبئة ديال المواقع الإلكترونية اللي من هذا المنظر هذا كنشكرهم على التعاون ديالهم في هذا البرنامج. كما سبق هذه الأسبوعين الماضيين أن قلنا أنه تكونات ما مجموعه 270 مربية، وهذا كله إن شاء الله كيعطينا واحد التعريف حول هذا الموضوع نتاع موضوع التعليم الأولي، اللي هو الآن ولا موضوع مجتمعي ليس فقط تختص به وزارة التربية الوطنية دون غيرها، ولكن تختص به جميع الفاعلين التربويين، مجتمع مدني، جمعيات مدنية، مؤسسات حكومية وغير حكومية. فهو كنتمنى أن نخرط الجميع في هذا المشروع المندمج، باش إن شاء الله نوصلوا في حدود 2026 على حسب المخطط الإقليمي أننا نوصلوا للتعميم التعليم الأولي إن شاء الله، ويستفدوا جميع الأطفال والطفل أطفال مدينة العرائش. بالنسبة للمخطط الإقليمي للتعليم الأولي، يعني لاحظنا بأن السيد المدير الإقليمي ركز على أن يكون هناك عدد كبير من المتدخلين. كان في السابق، يعني في المرحلة السابقة، من وزارة الشباب والرياضة، وزارة، يعني كان عدة وزارات تتدخل، يعني في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى آخره، القطاع الخاص. يعني نعم كان هناك متدخلين، ولكن لوحظ بأن هناك عدم التنسيق، وهناك يعني على مستوى التدخل لم يكن يعني بشكل، يعني هناك تباين الرؤى والتوجهات. يعني بالنسبه للبيان، نعرفوا الملامح ديال المخطط الاقليمي للاقليميه التربيه الوطنيه بالعرائش. كيف ما قلت هو مشروع مندمج. الآن تشتغل المديرية الإقليمية مع جميع الوزارات، مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ويمكن لي نعطي واحد العدد على أنها ساعدتنا في الإحصاء نتاع التعليم وفي التلاميذ اللي في الكتاتيب القرآنية. كذلك الوزارات الأخرى، مجموعة الوزارات، يعني جميع الوزارات كنشتغلوا معاهم في إطار واحد العلاقة التشاركية. فعلا شحال هذه كان الجميع يشتغل كل على حدة، ولكن توحدت الرؤى، توحدت الرؤى في إطار الإطار المنهجي. فالإطار المنهجي يلي غادي نحاول إن شاء الله أنه جميع، سواء كان التعليم الأولي عمومي مفروضا
أو للتعليم الخصوصي أو للتعليم الأولي التقليدي، فأنه سوف نشتغل بإطار منهاجي موحد. الوزارة عملت على أنها كاين مجموعة ديال دور النشر، أربعة المجموعات، لكن أنه كاين مخطط إن شاء الله على أنه يكون واحد طلب عروض باش يتم اختيار ديال واحد دور النشر، واحد البرنامج اللي إن شاء الله غادي تحاول المديرية الإقليمية أنها تعممه، وبالتالي غتكون عندنا مسألة موحدة، ليس فقط كل واحد يمكن له يشتغل بالإطار المنهجي أو لا يشتغل بواحد البرنامج خارج الإطار المنهجي اللي بغا، ولكن لا، الآن دابا غادي تصهر المديرية الإقليمية على تنزيل هذه البرامج اللي كتوافق الإطار المنهجي. وانتم كما شفتوا البارح الأسبوع الماضي وما قبل الماضي التكوين اللي استفدت منه المربيات، وكاين وهذا التكوين هذا عنده بحال اللي قلنا هدف واحد، هو توحيد الاشتغال داخل مؤسسات التعليم الأولي، كانت عمومية خصوصية أو تقليدية.